السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو كيما وعدتكم الخطة اللي فاتت راح نشارك معكم خبز البرجر بلا فارين دي بوتر ولا بالطحين كما يقولها اون عرب. يعني هكذايا يعني نبدلو شوية ونحاولوا انه ندخلو دوطخ فارين في النظام الغذائي ديالنا ابار لا فارين بلونش. نحاولوا نديرو هكذايا دو طون طون لا فارين كومبليت، لا فارين دي بوتر، لا فارين دو سارازا. يعني هناك ما شاء الله انواع لا تعد ولا تحصى ديال لي فارين اللي يقدروا يكونوا صحيين اكثر من لا فارين بلونش كيما لا فارين دي بوتر، غنيه بالالياف والبروتين، يعني صحيه بزاف بزاف. يعني هكذايا نحاولوا مره مره ندخلوها في النظام الغذائي ديالنا ونديروا بها الخبز ولا عده انواع ديال المعجنات، يعني حتى لي غاتو نقدروا نديروا بها دي غاتو. اذا هنايا بلا ما نطرح عليكم ندوزو نشوفوا المقادير ديال لو بان بورغا ديالنا. بالنسبه للمقادير راح نتحقوا 650 غرام ديال لا فارين دي بوتر، 200 ملي ديال الماء دافي، 100 ملل ديال حليب دافي، بيضه، 30 غرام ديال الزبده، مغرفه كبيره ديال الخامه الكيميائيه، عفوا الخامه ديال الخبز، ومغرفه ديال السكر. اذا بالنسبه لطريقه التحضير، اولا راح نفعلوا هذيك الخميره والسكر مع الحليب، راح نخلطوهم مع بعض ونخليوهم يتفاعلوا مده 5 دقائق. وفي هذا الاثناء راح نخلط الفرينه ديالي اللي قلنا 650 غرام فرينه، كيما شفتوا درت لها مغرفة صغيرة ديال الملح. نزيدو البيض مع هادوك 200 مليليتر ديال الماء الدافي، ومن بعد راح نزيد عليهم هذيك الخميرة والحليب والسكر اللي يكونوا تفاعلوا مع بعضهم، وراح نعجنوهم ولا نخلطوهم اولا بسرعة متوسطة حتى تتلم عندنا العجينة، ومن بعد نشوفوا الباقية مع بعض. اذا كما شفتوا البنات هنايا بعد ما تلمت عندي العجينة عفوا بسرعة متوسطة، وهاد العملية تقدروا ديروها يعني غير باليد، بتلموا العجينة ديالكم بعد ما تتلم لكم وتكون عندكم عجينة متماسكة. راح تزيدوا هذيك 30 غرام ديال الزبدة اللي تكون بحرارة الغرفة، وتبداو تعجنوا فيها على سرعة عالية مدة ديال 10 دقائق حتى تتقدم مليح عندكم العجينة. ودوكا راح نشكلوها كرية كما تشوفوا معايا، نسقموها نشكلوها كرية ونديروها في إناء ونخليها تتخمر مدة ديال 45 دقيقة إلى ساعة حتى يتضاعف الحجم ديالها. العجينة ديالي كيما شفتو راهي خمرت جلي ديكازي، كونتها على الحربوش وقسمتها قطع. انا هنا درت 6 خبيزات كبار، قسمتها على 6 بدلتو شويه كبار، وانتما الا حبيتو ديروها 8 متوسطين ولا 10 خبيزات صغار، يعني هذا يبقى على الحجم ديال الخبزه ديالكم. الا حبيتو ديروها كبيره ولا ديروها صغيره. اذا هنا كيما شفتوا راني قسمتهم وكونتهم كريات كيما راكم تشوفوا، وراح نعاود نخليهم يخمروا مره ثانيه حتى يعني هكذاك 20 دقيقه. فوالا البنات، البان برجر ديالي بعد ما خليته خمر ودار في الحجم ديالو المرض
الثانية هنا خليته 20 مينوت، وفي هذا الأثناء كنت سخن التلفون ديالي على درجة حرارة 120، ودوك قبل ما ندخلو الطيب دهنت الوجه ديالو بصفة البيض اللي خلطته مع شوية ديال الماء، تقدرو تخلطوه مع شوية ديال الحليب ولا ديرو غير بصفة البيض وحدو، ورشيت عليه شوية ديال الفلاكون دو فان ولا الشوفان، تقدرو تعوضوه سوا بزرارة بالجلجلان يعني أي شي حبيتو. ودوك راح ندخل الخبز يطيب على 100 درجة لمدة ديال 20 دقيقة. فوالا البنات، كيما شتو الخبز ديالي ولا لو بان بونكار ديالي بعد ما طاب خليته برد وقطعته كيما راكم تشوفوا كيفاش يجي مقطن، يجي خفيف وبزاف بنين وخفيف بزاف بزاف، باسكو درناه بلا فارين دي بودر، تجي خفيف على المعدة وسهلة للهضم، صحية يدنية كيما قلت لكم. نحاولو مرة على مرة نبدلو من لي فارين بلونش ديالنا ونعوضوهم بدي فارين صحية أكثر، لا فارين كومبليت، لا فارين دي بودر، لا فارين دو سارازان، يعني ما شاء الله كاين أنواع لا تحصى ديال الفارين، وانتوما والذوق ديالكم واللي متوفر عندكم. بالنسبة لهذا الخبز يجي بزاف خفيف وبزاف بنين كيما قلت لكم، تقدروا ديروا له أي حشوة حبيتوها كيما شفتوا أنني شاركت معكم الحشوة اللي درتها في الفيديو اللي فات، واللي مازال ما شافوش راح نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وهكذا يا حبيباتي نكون لحقنا نهاية الفيديو، ونقول لكم إلى أن نلتقى في فيديو جديد إن شاء الله.